السلام عليكم. عام بلا رواتب، ربما لغز لم يحدث في أي دولة على هذا الكوكب بطول هذه الفترة وبتلك البجاحة وعدم الاكتراث. وعلى وجه التحديد تعاني صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الانقلاب أوضاعا معيشية صعبة، فالمتسولون أصبحوا يتزاحمون في شوارع المدينة، والعاطلون ضاقت بهم المنازل، والمتعففون يصل بهم الحال إلى الموت جوعا داخل بيوتهم. مدرسون أصبحوا يبيعون ماء باردا في الجولات، وأساتذة جامعات صاروا خبازين في الأفران أو عمال حجر وطين تحت جسور المدينة. 12 شهرا بلا رواتب، شهر يتلوه شهر وقهر يعقبه ألم، وفي الوقت ذاته تضج الحسابات البنكية لقيادات الحوثي والمخلوع بالأرصدة المالية المهولة، وأصبح الناس يرون تسابقهم في شراء الفلل ورفع العمارات وشراء السيارات آخر موديل، في الوقت الذي يبحث الناس عن تكاليف الأكل والشرب ليس أكثر. تنتشر في صنعاء محلات الصرافة ومحطات الوقود التابعة لقيادات الانقلاب في الغالب، سوق سوداء وغسيل أموال، والناس تطحن من الجوع والفاقة وقلة الحيلة. أصبحت صنعاء مجمعا للكآبة والأنين. مضى عهد طويل منذ أن كانت بهذا الحال، ربما منذ حكم الإماميين السابقين. ليأتي الإماميون الجدد اليوم حاملين كل أسقام التاريخ وراء ظهورهم، ومبشرين بغباره بكل مصائبه وأوهامه. أحالوا حياة اليمنيين إلى جحيم، وحولوا الكرام إلى أذلاء يستجدون لقمة العيش. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقاها السل والجرب، تلخيص مكثف لما تعيشه صنعاء اليوم من بؤس حياة الناس وثراء حكامهم المغتصبين. أعزائنا المشاهدين، حول حالة الناس الصعبة في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب بعد مرور عام كامل على رفض الحوثيين والمخلوع دفع رواتب الموظفين ونهب الخزينة العامة للدولة، سوف تكون حلقتنا لهذا المساء مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وضيوفكم الكرام وكل المشاهدين لقناة بلقيس. أهلا بك أستاذ عبد السلام. إذن قبل أن نبدأ هذه الحلقة دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. عام بلا رواتب ولا حياة ولا يوميات اعتيادية بالنسبة لقطاعات شعبية واسعة من الذين تعني لهم الرواتب كل شيء، وقد أصبحوا فجأة بلا دخل وباتوا خارج حدود الحياة. عام على توقف رواتب الموظفين، والانفراجة قريبة تلوح في الأفق باستثناء نهب الموارد على مرأى ومسمع من العالم، وتحت لافتات عديدة من بينها المجهود الحربي وسندات أولها باسم دعم الجبهات ودعم المولد النبوي وسلسلة طويلة من نهب الموارد. أوضاع الناس في صنعاء منذ سيطرة الانقلاب أقل ما يمكن وصفها بالصعبة والمأساوية، معاناة بعضها فوق بعض، ولا شيء يلوح في الأفق إلا الغبار المنبعث من رماد المسيرة الحوثية وصوت الصرخة. انتشار محلات الصرافة والسوق السوداء والعديد من مظاهر العبث الاقتصادي يزيح الستار عن مأساة اقتصادية تنمو تحت الرماد مثل أي بركان لا أحد يعلم توقيت اندلاعه، والبراكين أولها حمم. الانهيار في مناطق سيطرة الانقلاب لم يقتصر على المسألة الاقتصادية، بل وصل الأمر إلى الضرب على العظام إذا ما تعلق الأمر بتجارة الممنوعات، بعد الوثائق التي حصلت عليها قناة بلقيس حول استيراد الحوثيين لشحنة ضخمة من المواد المخدرة. قناة بلقيس كشفت عن وثائق حصلت عليها تفيد بإرسال إيران لشحنة أدوية كمساعدات للحوثيين يصل حجمها إلى 77 طناً، من بينها 23 طنا من المواد المخدرة والتي تسبب الإدمان، ويحرم المتاجرة بها بحسب القوانين الدولية. ووفقا للتقرير الذي بعثت به لجنة التحقيق في الحادثة إلى رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، فإنه تم فعليا وصول تلك الشحنة الإيرانية مطلع شهر مارس من العام الجاري، وتم بيعها في السوق السوداء مباشرة دون أن تورد إلى مخازن وزارة الصحة التابعة لميليشيا الانقلاب في صنعاء. إذن أستاذ عبد السلام، بداية لو تحدثنا عن عام بلا رواتب في مناطق سيطرة الانقلاب، كيف تتحدث أو تتابع هذه الكارثة الإنسانية؟ البعض يعتقد أن هذه القضية هي قضية عادية نتيجة فشل دولة أو نتيجة ضعف أو عدم قدرة على تسليم الرواتب، ولكن هي استراتيجية منهجية دائما تعملها إيران وحلفائها مع خصومها.
ليس الخصوم فحسب، حتى الحلفاء هم يقومون بهذه المنهجية لعدة أسباب. دعيني أشرح لك بعض النقاط المهمة التي تتعلق وتكررت ليس في اليمن فقط، حتى في أفغانستان عندما دخلت إيران بعد الحرب التي حصلت في 2003 اخترقت المنظومة المجتمعية في أفغانستان وعملت بنفس الطريقة التي تعمل في اليمن. أولا، النقطة الأولى تتعلق باستراتيجية تجنيد أتباع، وهذه تحتاج إلى عملية تجويع وإنهاء للحالة المادية البسيطة أو القوت اليومي والحصول عليه من أي اتجاه آخر غير القناة الخاصة بهم، وبالتالي يستطيعون تجنيد أتباع جدد. ثانيا، معاقبة خصومهم من خلال هذه الآلية. ثالثا، إنهاء العملية التعليمية بالأساس. طبعا التوجيه منع إيقاف الرواتب هو عمليا إنهاء العملية التعليمية بالذات، هي موجهة للجانب التعليمي، وبالتالي عملية إنهاء العملية التعليمية معناه قذف ملايين الأطفال إلى الشارع بدون تعليم، وبالتالي عملية التجنيد تتم من الشارع بشكل أسهل لهم. أيضا من الأشياء المهمة التي هي تعتبر في إطار استراتيجيتهم إنه السيطرة على بقية المنظومات الخدمية مثل الكهرباء، الصحة، كلها بحيث تصبح مصادر دخل لهم وليس دخل للحكومة، أشبه بخصخصتها، ولكن يعني تصبح رافد لهم وبنك للتمويل. هذه الاستراتيجية وهذه المنهجية التي تقوم عليها الحركة الحوثية هي مأخوذة من الاستراتيجية الإيرانية. إذا عدت إلى أفغانستان والعراق، يعني ما قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال، هناك بعض الإجراءات تتم من قبل ميليشيات التابعة لإيران. ما قبل تتم أثناء عملية التجنيد هي وضع أو بمعنى فتح المجال للشباب للدخول لعالم الإدمان من المخدرات وما إلى ذلك، وهذا يسهل عملية إخضاع المجتمع في أفغانستان إلى درجة وصل أن علماء كبار ومفكرين ومدراء شركات دولية كانوا يعني من أفضل مدراء الشركات في الشرق الأوسط، وهناك أفلام وثائقية تم نشرها عليهم، أصبحوا يعيشون تحت الكباري والجسور وبين المجاري بسبب حالة الإدمان. نعم، وهذا ما أريد لها يعني من خلال الوثائق التي كتبتها قناة بلقيس. نعم، هذه الاستراتيجية هي استراتيجية مترابطة عمليا، تقريركم وإن كان جاء في أكثر من اتجاه، لكن حقيقة الأمر إذا عدت هي استراتيجية مترابطة، الهدف منها هو عملية السيطرة على السلطة وسيطرة على المجتمع بالتحديد، بالذات المجتمع القبلي في اليمن الذي هو عادة يتمرد لأقل الأسباب. طيب، إذن يعني الملاحظ أنه لا يبدو أن هناك حل سياسي أو عسكري يلوح في الأفق. برأيك إلى متى سيظل الآلاف بدون رواتب؟ إلى متى سيظل هذه الاستراتيجية الموجهة ضد الشعب اليمني بهذا الشكل؟ يعني لاحظنا 23 ألف طن، يعني ليس بالقليل أن يدخل إلى البلد من الأدوية التي تعد جزء منها تسبب أو هي تسبب للإدمان ومحظورة البيع في الصيدليات العادية وتم بيعها مباشرة في السوق السوداء. يعني ما هو الحل بالنسبة لما يحدث؟ أيوة، يعني عندما نتكلم عن الحل دعيني قبل الربط في الجانب السياسي، الحل العسكري والحل السياسي، أقول أنه المسألة هي متعلقة أيضا في إطار التدخلات الخارجية في اليمن. عملية التجويع وعملية الحالة الإنسانية التي حاصلة هي متعمدة أيضا، وحتى تحصل أيضا هذه الميليشيات على تمويل دولي، كيف يمكن إدخال الأموال على شكل معونة إنسانية؟ كيف يمكن الحصول لهم على أموال والعملة الصعبة؟ كل هذا يتم من خلال هذه العملية، عملية المعاناة أو التسويق للمعاناة، والمجتمع الدولي هو يدرك هذا ويدرك أن هذه الجماعة تريد المال، وبالتالي يدخل كثير من المعونات، ويعرف أن 70% أو أكثر من 70% تذهب لهذه الميليشيات ولا يهمه. السعودية دفعت ملايين الدولارات، ربما تصل إلى مليار في المساعدات الإنسانية، لا أعتقد أنه وصل أكثر من مليون أو مليونين دولار للمجتمع،
وهناك كثير من هذه الأموال التي تمت عبر الأمم المتحدة تسربت إلى الميليشيات، نعم وأخذوا بهذه الأموال صواريخ وأسلحة، بل من خلالها تم أيضا رفد جبهاتهم وتوسيع عمليات القتال واستمرار الحرب. هذا مهم جدا. دعيني عندما نتحدث عن الحل السياسي والحل العسكري نتحدث بجانب عاطفي فقط، لأنه هذا أمل كلنا نتحدث عنه، لكن ما هو الحقيقة على الأرض؟ لم تعد الحرب بين جبهتين، جبهة شرعية وإنقلاب، الحرب الآن متعددة الجبهات، وهذه مأساة ومشكلة كبيرة، وكلما تطول الحرب كلما يحصل التفتيت في إطار كل جبهة. نحن نعاني الآن من انقسام مجتمعي أفقيا وعموديا، وتمزيق للحالة حالة التماسك المجتمعي. نحن نعاني الآن من صراع حزبي سياسي تحول من صراع على انتخابات وصندوق إلى تسليم أرض وتسليم قرار ومصير لدول خارج إطار السيادة اليمنية، وأيضا لجماعات وميليشيات، وهو ما حصل في صنعاء والآن يتكرر في عدن وتكرر ويحاول تكراره في مأرب وتعز. نحن نعاني أيضا من سباق وصراع إقليمي على اليمن بين السعودية وإيران، واضح جدا هناك صراع. نحن جيران للمملكة العربية السعودية، تربطنا مصالحهم أكثر من مصالحنا مع إيران، ولكن على المملكة العربية السعودية أيضا أن تدرك أن كل تأخير في عملية حل إشكالية اليمن واستعادة السيادة هو يعني دفع ثمن من أمن ليس اليمن فقط، الأمن الإقليمي وبالذات أمن المملكة العربية السعودية. وتقارير مركز أبعاد الأخيرة وضحت بشكل كبير جدا أن الآن احتمال الجماعات الجهادية القاعدة وداعش أصبحت تتجه باتجاه الحدود الشمالية، وقد تهدد الأمن الإقليمي وأمن المملكة العربية السعودية، وهو بسبب بعض الأخطاء التي حصلت في عملية التجنيد وعملية الاعتماد على الأرض. يعني هناك جيش وطني، هذا الجيش الوطني جزء منه مقاومة كان وأصبح مندمج في الإطار المقاومة، وأن تقوم بعمل ميليشيات خارج هذا الجيش الوطني وتصبح القرار لخارج الجيش الوطني وخارج الدولة وسيادة الدولة اليمنية، بالتالي هذه الميليشيات منفلتة وميليشيات تكون مستقبلية انتقامية، وربما تسلك سلوك العصابات وليس سلوك الدولة، لأنه في إطار الدولة تحكم أطر وقوانين ومحاكمات وغير ذلك، لكن في أطر خارج الدولة تحكمها مصالح، وبالتالي تتحول هذه الميليشيات إلى أشبه بميليشيات الحوثيات، تصبح تتاجر بالسوق السوداء، تتاجر بالإنسان، تتاجر بالمواطنة، تتاجر بالإرهاب، وتتاجر بمعاناة الناس، وحتى تتاجر بالإدمان وكل الأشياء التي تحصل على أموال من خلالها. وهذا الأمر يعني ندفع ثمنه نحن الذي نقبل مثل هذه الأمور. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد السلام أن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفية حبيبة راجح لتطلعنا على الأوضاع أكثر في صنعاء. مساء الخير أستاذة حبيبة. مساء النور، أهلا بكم. أستاذة حبيبة تسمعينني؟ معك حياك الله. نعم، إذا أستاذة حبيبة بداية يعني من خلال مشاهدتك اليومية كيف تتابعين معاناة الناس في الشارع في صنعاء؟ صنعاء باختصار أصبحت وكر للأمراض النفسية، للمتسولين، للعزل عن المدارس، للمنتهكين حقوقيا. صنعاء أصبحت كخندق مأساوي بما تعنيه الكلمة لكل إنسان يبحث عن الكرامة. لا تأمن على قوت يومك، لا تأمن على حياتك، لا تأمن على نفسك من أي اعتداء قائم على في صنعاء. نحن نتكلم عن سجن كبير في صنعاء، إذا تحدثنا لم ترفع في صنعاء إلا العمائر تبع الميليشيا، لم ترفع في صنعاء إلا أسقفة السجون، لم ترفع في صنعاء إلا الانتهاكات وأعداد الضحايا وأعداد الانتهاكات. نحن في صنعاء أمام كارثة بما تعنيها الكلمة من عزل الأطفال عن المدارس. نتكلم عن كارثة المدرسين واستقصائهم في المدارس وإحالتهم، نتكلم عن زيادة أعداد الأمراض النفسية والمتسولين في الجوالات. نعم، إذن حبيبة كنت معنا يعني في حلقة سابقة وتحدثنا عن توقف المدارس العامة في صنعاء،
وهناك يعني أخبار أنها بدأت بعض المدارس بفتح أبوابها، حدثينا عن الوضع التعليمي هناك. ما تم فتح أبواب بعض المدارس تحت الإجبار، تحت التهديد، إذا لم يحضر المعلمون سيتم إحالتهم واستبدالهم وتغيير وظيفتهم واستبدالها لآخرين. الذي تم في بعض المدارس متطوعين يتبعون الميليشيا، لا يعلمون في الأغالب لا يعلمون في العلم شيء. نحن حضرنا لبعض المدارس يوجد رجال ميليشيا يدخل بالزي الشعبي بالجنبية إذا لم يكن بالسلاح ويدرس ألفاظ نائية، سلوكيات غير أخلاقية البتة، تعامل شديد وقوي أمام الأطفال. ليسوا مربيين، ليس هذا مجالهم. أيضا مربيات يتم استقطابهن من الحواري يتبعن الميليشيا لتغطية هذه الأمور، وهذه كارثة. أيضا نتكلم عن الإحباط الذي أصاب الأطفال وطلاب الثانوية والإعدادية، إنه لا يوجد مدرسون، السنة ستضيع، لا يمكنني أن أدرس بطريقة صحيحة، في لماذا الذهاب إلى المدرسة؟ نحن نتكلم عن هدم ثقافة، عن هدم أحد أهم مبادئ الثورة وهو العلم. أن نتكلم أن يهدم هذا الشعور في الطالب في ذهابه إلى المدرسة لأنه سيلقى أحد أفراد الميليشيا، أو لأن أستاذه لم يدرسه بالطريقة المطلوبة، أو أنه لا يوجد له كتاب في الأساس. بعض المدارس تم تسليمها 5% من الكتب، وعندما تم الذهاب إلى المدير اذهبوا إلى الميليشيا وطالبوهم، نحن لا دخل لنا ولا نستطيع أن نتكلم بهذا. إذا ماذا عن الأسعار أيضا؟ الأسعار حبيبة نسمع أنها في ارتفاع دائم، خاصة كل ما ارتفع سعر الدولار فهي ترتفع بشكل جنوني. إن انخفض سعر الدولار لا تعود الأسعار إلى حالتها الطبيعية. في تلاعب ظاهر وواضح للعيان ولا من يقول لا، في المحروقات، الغاز، النفط، البنزين، يوميا نرى على المحطات سعر جديد وآلية جديدة، و فعلا يعني ارتفاع مخيف. المواد الغذائية، الخضروات، كل شيء، حتى كل التجار العامة عندما تسألهم ارتفع الدولار ولا يوجد، ويتم أخذ الضرائب عليهم مثنى وثلاث في الميناء الأول والميناء الثاني والميناء تبع الميليشيا. فأنت أمام الأمر الواقع. نحن نتكلم عن انقطاع مشاريع أساسية في صنعاء كالماء، إما أن تموت عطش أو تشرب لتر مربى الكلوريا من بعض المياه الخيرية على الأحياء. نتكلم على انتهاكات واسعة، منها استقصاء التربويون في المواد الغذائية كالبطائق، أن تأخذ البطاقة بضعف أضعافها. يعني إذا رأيت البر ما إلى ذلك، إذا كان في المحل التجاري بمبلغ وكذا، لأن لديك البطاقة سيضاعف. فالمعلم أمام حلين، إما الموت جوع أو الأخذ بهذا المبلغ والصمت. نتكلم أيضا عن الأطفال المتجولون الباعة، يعني لا يوجد قوة يومه، فنذهب بالجولات، إما تراه متسولا أو مجنونا أو طفل يبيع في الجولات. بالنسبة للتجار يوجد انتهاكات واسعة، من ضمنها ارتفاع الدولار المفاجئ، أيضا الجبايات المتتالية عليهم من قبل الميليشيا، نعم، مجهود حربي وما إلى ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك حبيبة راجح، صحفية كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وكان الله في عونكم. أستاذ عبد السلام، يعني ما يحدث في صنعاء يعني شيء يصيب الإنسان بالقهر حقيقة. يعني كثير من أهلنا ما زالوا في صنعاء يحدثون عن واقع مأساوي للغاية، يعني هناك غنى فاحش لبعض الناس الذين ينتمون لجماعة الحوثي، في ظل يعني أن يتمنوا الوجبة جيرانهم. هذا الذي يحصل ما بدأ تأثيره على المجتمع، الذي يعني ربما من البداية كنا نتحدث عن النسيج الاجتماعي، النسيج الاجتماعي الآن، يعني هل ما زال هناك فعلا نسيج اجتماعي يمكن الحديث عنه؟ تاريخ الإمامة هو ينعاد الآن ويتكرر بشكل أكثر قساوة، وكل ما يحصل الآن هو جزء من المسلسل الإمامي الذي حصل سابقا ويتم تكراره من نفس الأسر التي
تعيد لنا دورات الصراع بين الحين والآخر، وهذا كله سبب انعدام الدولة اليمنية، لأن الدولة اليمنية لو كانت حاضرة ونجحت في حضورها ما كان لهؤلاء أن يعودوا إطلاقا، ولكن للأسف يعني لم تكن هناك دولة بالأساس، يعني لم نبني دولة، كانت عبارة عن مؤسسات هشة تحكمها كاريزميات شخصية، يعني زعامات وأشخاص ويعتمدوا فيها على ذكائهم الفطري وليس على عملهم المؤسسي. نعم. وهذا الأمر خدعنا به كثيرا، وربما سيتكرر الأمر، سيتكرر الخداع عندما تشاهدين هذا، تشاهدين المجتمع وحالة الحلم بعودة على الأقل التقدير يعني بالوضع الطبيعي للدولة. ما يحصل الآن طبعا هو مسألة يعني استقواء على الشعب اليمني وسيطر على ثروات البلاد والعباد إلى درجة أن هؤلاء لم يصبحوا أثرياء فقط، بل أصبحوا مليارديرات في غضون أشهر. هم دخلوا صنعاء بحجة الجرعة وبحجة مئات الريالات التي زادت على سعر الغاز والبترول، ولكن من خلال الميديا والإعلام ومن خلال هذا الشغل الذي دائما تنجح فيه إيران استطاعوا أن يخدروا المجتمع وأن يسيطروا على الدولة، وبالتالي الآن ينتقمون من كل يمني، لا ينتقمون من الدولة الشرعية، ولا ينتقمون فقط من أحزاب سياسية، ولا ينتقمون من قبيلة وغيرها، ينتقمون من المواطن اليمني كمواطن يحمل وطنيته في قلبه ويحمل تاريخه وحضارته. هم ينتقمون من الحاضر وينتقمون من التاريخ وينتقمون أيضا فينا من المستقبل. حتى لا أعتقد هم يتصرفون التصرف كمن يعيش يومه، لا أعتقد لهم الاستمرار ولا أعتقد لهم طول البقاء، ولكن سيحدثون كوارث لنا وقد لا تصل لتمزيق النسيج الاجتماعي فقط، بل قد تصل إلى حالات انتقام وثارات حتى في صفوف من والوهم ومن تبعوهم من أبناء القبائل. هؤلاء عندما يصحون غدا ويجدون من كل أسرة 2-3 قتلوا في معارك لا شيء إلا لصالح بطن السيد وصالح جيب السيد وصالح هذه الأسرة العفنة التي تطاولت على اليمنيين، بالتأكيد سيحصل على الانتقام من حلفائهم قبل خصومهم السياسيين. وما حدث في البيضاء مؤخرا ربما خير شاهد، يعني أن القبائل التي ظلت محايدة أو لم يعني تقف موقف جاد ضد الحوثي اكتوت بناره مؤخرا. يعني كان يفترض بالقبائل بالأساس كان يفترض أن يحصل هذا قبل السنوات يعني، أو على الأقل بعد الانقلاب مباشرة، لكن يتم تخديرها. وحتى هذه القبائل البيضاء تم تخديرها. نحن ندرك من هؤلاء الذين يقفون في وجه الشعب من استعادة سيطرته واستعادة لزمام دولته. هؤلاء الأشخاص هم عاشوا خدما للاستبداد ويعيشون الآن أحذية للإمامة، وهؤلاء لا يشرفنا أن يكونوا يمنيين، ولا يشرفهم حتى الانتماء إلى الجمهورية والانتماء حتى لآبائهم الذين كانوا يوما قادة في الجمهورية. إذا اسمح لنا أستاذ عبد السلام أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال حوارنا. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن.
الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، يعني ما يحدث في صنعاء ربما يعني خير نموذج لحكم ميليشيا انقلابية، يعني ما الذي نتوقع من ميليشيا انقلابية؟ هل ستعيش الناس في ثراء؟ هل يعني تعطيهم تمدهم بالخدمات؟ هل ستؤهل لهم البنية التحتية؟ بالتأكيد يعني على العكس هي ظلت تعزف ضدهم وتر، نحن في عدوان وأنتم تطالبون برواتب، نحن في عدوان وأنتم كل ذلك، يعني ربما نستوعبه من ميليشيا، لكن الغير مستوعب ما يحدث في عدن أو من قبل الحكومة الشرعية كحكومة شرعية، يعني ألا يفترض بها التدخل في مثل هذا الأمر بما يخص المدن التي ما زالت تحت سيطرة الانقلاب، أو على الأقل جعل المناطق المحررة نموذج حقيقي يجعل الآخر يقول انظروا إلى حكم الشرعية كيف هو يختلف عن حكم الميليشيا؟ طبعا كان بإمكان الدولة أن تعمل الكثير، يعني ونقول للدولة لأنها استعادت جزء من الأراضي المحررة عندما انهارت كنظام سياسي وكدولة في صنعاء، أصبحت اليمن محتلة للميليشيات وتم استعادتها بأعناق ودماء ورؤوس وجماجم الشباب اليمني، لا أحد يزايد على ذلك، يعني التحالف كان داعما أساسيا لنا، لكن اليمنيين على الأرض أيضا كانوا القوة التي استعادوا أرضهم وقادرين أن يستعيدوا صنعاء لو أن هناك فقط قرار، وهذا القرار نستطيع أن نقول عليه قرار سيادي من الدولة وقرار أيضا إقليمي من التحالف، لكن الأمر لم إلى حد الآن ليس هناك هل قرار. هل هو من الدولة والتحالف فقط؟ ألا يتدخل المجتمع الدولي مرة تلو الأخرى لعدم يعني استعادة صنعاء والحديدة بعض المناطق؟ عند الحديث عن المجتمع الدولي يفترض بنا أن نتحدث عن نظام عالمي أصبح في غيبوبة، دخل بعد 100 عام في حالة غيبوبة، في حالة أشبه حالة مسنة أو أصبح هرمة، وهذا هذه الحالة تستدعي أن نكون أصحاب القرار على الأرض، يعني صاحب القرار على الأرض، صاحب القوة في على الأرض، صاحب هذا هو الذي يحدد الأولويات، وليست ولا تحدد المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتحرك، لم يتحرك في سوريا، لم يتحرك في العراق، لم يتحرك حتى في كردستان الذي دعموا الانفصال، وفي الأخير هذا المجتمع الدولي أشبه في حالة غيبوبة. نحن قادرين أن تكون لنا قرارتنا على الأرض، فهناك ضعف في الشرعية، دعينا نكون صريحين أكثر، هناك ضعف في الأرض من قبل الشرعية بسبب خلافات سياسية داخلية أفقدتها القوة، وبسبب ضعف القرارات وعدم الحزم، وبسبب أيضا ترك كثير من أطراف الدولة أن يكون ولاءها خارجي أكثر مما هو وطني، لم يكن هناك تغيير واضح بناء على الولاء الوطني نهائيا إطلاقا. أيضا هناك لا نقول ضعف في المجتمع الإقليمي الذي هو داعم لنا كالتحالف العربي، إنما هناك حالة مخاوف غير مبررة من أي حالة تغيير، وهي هذه المخاوف هي التي أسقطت العراق في يد إيران، وهذه المخاوف هي التي أسقطت سوريا في يد إيران، وهذه المخاوف اللي هي التي تعيد الآن كردستان لإيران، كلها مخاوف غير مجدية، مخاوف من الإسلاميين، مخاوف من الديمقراطية، مخاوف من الربيع العربي، هذه المخاوف نهايتها مأساوية. هذه جربوا مرة واحدة، يعني خلوها مع اليمن التي هي جار لكم، أن تنتهي هذه المخاوف، أن يكونوا أكثر إصرار على تحرير اليمن، أن يتعاملوا مع الشعب اليمني كشعب واعي وكشعب واحد، وكل الأحزاب السياسية في إطار إسلامية قومية يسارية. نعم، لكن يسارية. أستاذ عبد السلام، كلما طرحنا مثل هذا السؤال يعني يتم الإجابة اليمنيون أنفسهم لا يريدون ذلك، اليمنيون منقسمون، اليمنيون ينتظرون الآخر، اليمنيون يستلمون الفلوس ولا يقومون بها، المقاومة على الأرض تشكل إشكالية، يعني كثير من التهم التي توجه أيضا لليمنيين من قبل التحالف ليس مرة، أكثر من مرة ومرتين وثلاث. أنا أحدد نقاط معينة وعلى ضوئها يمكن تحليل ذلك. واحد، المساعدات المالية هل تذهب للدولة أم تذهب لجهات شخصية وأحزاب معينة؟ المساعدات الإنسانية
الدعم العسكري وبناء الـ الـ الجيش الوطني وبناء الميليشيات خارج الجيش الوطني، هل تقوم بها أيادي يمنية أم أيادي إقليمية؟ هذا الأمر هو يجيب على التساؤل أنه هناك أخطاء، وللأسف التحالف يتعامل في مأرب غير ما يتعامل في تعز، غير ما يتعامل في عدن. في تعز يدعم اتجاه سياسي وميليشياوي ضد تيار وطني كبير، في عدن يقوم بتشكيل ميليشيات الحزام الأمني خارج إطار الدولة. هذا هو التحالف نفسه، وهو التحالف في مأرب يدعم الدولة. نعم، ولكن الإجابة عند حين وضعنا مثل هذه النقطة قيل بأن الحزام الأمني هو يمنيون، يعني في نهاية الأمر. لا لا، دعينا من هذا الكلام، كلهم يمنيون، الحوثي مش يمنيين، الحوثي يمنيين أيضا، القاعدة يمنيين، لكن هؤلاء كلهم خارج إطار الدولة، قاموا باستخدام السلاح ضد الدولة، قاموا بالاستفادة من سلاحهم في سيطرة على الأرض. أنا لا أريد السيطرة على الأرض لأي ميليشيا مهما كان اتجاهها إسلامي قومي يساري وطني، لا يمكن لسيطرة أو ترك السلاح في يد ميليشيا خارج إطار الدولة. يجب أن يحصر هذا السلاح في إطار الدولة، يجب أن يكون الانضباط في إطار الدولة، يجب أن يكون الدعم في إطار الدولة. صحيح نستطيع أن نقول إنه الدولة ضعيفة، القيادة ضعيفة، لكن هذا لا يعني أبدا إطلاقا أن نكرر تجربة الصحوات في العراق وأن ننشئ ميليشيات. والصحوات أصبحت الآن بيد إيران التي دعمت، أيضا الحركات الجهادية في سوريا، النصرة، الفتح، دعمت خليجيا، وفي الأخير هي الآن في يعني انسحبت وتركت الفراغ وتركت السوريين لوحدهم. هذا الأمر يجب أن يقال بكل صوت مرتفع، هناك دولة وهناك تحرير لهذه المناطق المحررة، يجب أن تكون نموذج حتى نستطيع أن نتكلم للمجتمع الدولي ونقول أن صنعاء أصبحت في إطار سيء الآن. لكن كيف يمكن أن نقول صنعاء في إطار سيء وفي وضع سيء بينما عدن تعيش الأسوأ الآن؟ وتعز أيضا. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ محمد الجماعي وهو صحفي الاقتصادي من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا، مساء الأنوار. أهلا بك أستاذ محمد. يعني عام بلا رواتب والناس يعيشون في صنعاء والمحافظات المجاورة، أسوأ الظروف الاقتصادية، كيف تقيم الوضع الاقتصادي في البلد؟ الوضع الاقتصادي منهار منذ فترة طويلة جدا، ولم تكن الحرب الأخيرة إلا واحدة من العوامل التي أدت إلى القضاء على يعني بقية المقومات، ومن أهمها أنها قضت على الأشغال التي ربما كان يعتاش منها الكثير من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود كأعمال حرة أو منشآت صغيرة أو متوسطة. وهذا برأيي له أسباب كثيرة جدا، يعني والتقارير الدولية تطفح بالكثير منها، ولكنها لا تفي بالغرض كونها لم تؤشر على الموضوع الرئيسي، وهو غياب الحكومة وغياب الدولة وعدم دعم اقتصادها، الاقتصاد الكلي للبلد الذي ربما يعني لو وجهت الإغاثة والمساعدات الإنسانية في هذا الاتجاه لكانت تحركت الأمور أكثر وأفضل. نعم، إذن برأيك أستاذ محمد في ظل التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي والذي يعني ربما كل فترة وهو إلى الأسوأ، ما هي الحلول التي يمكن يعني معالجة بها الأمر سواء من قبل الحكومة الشرعية، من قبل المجتمع الدولي، من قبل التحالف، حتى يعني في نهاية الأمر من يصلون إلى حافة الفقر هم يمنيون، وهؤلاء اليمنيون الذين بحث لهم عن استعادة دولتهم، يعني لمن ستعاد الدولة إن أصبحوا جميعا تحت مستوى الفقر؟ يعني وصلنا إلى حد المجاعة في كثير من المناطق. أختي الكريمة، المبعوث الدولي الأخير هذا ولد الشيخ طرح مبادرات اقتصادية، وفي كل مرة يحاول مثلا أن يوحد الوعاء للإيرادات العامة من وجهة نظره، ورغم أنها ثقيلة وشاقة على الحكومة إلا أنها في النهاية ترفض من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. لا. الآن بدون تفعيل الوعاء الواحد للبلد وتصب الإيرادات فيه، اليمن فيه إيرادات مهولة وزيادة عدد السكان
لا تعني زيادة الفقر وإنما تعني زيادة إيرادات أيضا. خذي على سبيل المثال محافظة تعز في عام 2014 كآخر تقرير مثلا أصدرته الحكومة تقرير مالي، كانت محافظة تعز هي المحافظة الأولى في اليمن التي يعني تورد الإيرادات إلى خزينة الدولة 60 مليار مقابل 53 مليار، بعدها محافظة إب وبعدها محافظة الحديدة، تليها محافظة يعني أمانة العاصمة ثم الحديدة ثم بعد ذلك حماة وعدن وغيرها. الكثافة السكانية تعني أن هناك يعني عمل إذا تحركت عجلة الاقتصاد واقتصاد البلد من منافذه، المنافذ الموجودة حاليا تكفي لدفع ذلك. تأتي يعني إيرادات النفط 100,000 برميل، نتحدث عن أقل مستوى. هذه الإيرادات تستطيع أن تغطي جانب من عمل الحكومة، والسعودية قالت أنها قدمت للحكومة ملياري دولار للتشغيل خلال السنتين الماضية، يعني خلال عامين الحكومة استهلكت 2 مليار دولار. هذه بإمكانها، يعني معنى ذلك أن استهلاك الحكومة على التشغيل، تشغيل الحكومة كرواتب للهيئات العليا للدولة والسلطات وبعد ذلك الوزارات والحكومات والإدارة المحلية، أن مليارين تكفيها لسنتين لنقل. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن البلد قادر على سد حاجته من إيراداته، وهذا ما أكد عليها الدكتور أحمد عبيد بن دغر في كثير في عشرات المرات التي يتحدث بها، يقول أن نستطيع أن نتحرك من خلال الإيرادات لو سمح للحكومة أن تتحرك بأدواتها الاقتصادية. نعم، إذن لما لا يتم يعني الضغط الدولي على جميع الأطراف لتوحيد الوعاء المالي كما تفضلت؟ يعني في السابق استطاعوا أن ينشئوا قرار بتحييد البنك المركزي، لما لا يعاد مثل هذا القرار ويتم الضغط الفعلي على جماعة الميليشيا؟ يعني لما لا يستطيعون الضغط عليها وعلى العكس هناك تسامح معها بإدخال المساعدات الإنسانية التي يعلم تماما أن 70% منها يباع في السوق السوداء؟ نعم، أنا لي وجهة نظر في هذا الموضوع تخص يعني عمل الأمم المتحدة التي ربما تستفيد كثيرا من إبقاء الوضع كما هو عليه. لأن الرئيس هادي في آخر لقاء له مع قناة عربية قال بالحرف الواحد: أنا وافق أن تبقى إيرادات ميناء الحديدة بيد الحوثيين والانقلابيين، ولكن ليأخذوا الكشوفات وفقا لما يعني تعطيهم الحكومة الكشوفات ويسلمون رواتب الموظفين الذين تحت سلطتهم، لكنهم رفضوا. وهذا يعني كنت أتوقع أن الحكومة لن تقبل به على الإطلاق، ومع ذلك قبلت به مقابل تسليم الرواتب للناس. رفض الحوثيون، ومع ذلك تبقى اليمن مائدة خصبة للأمم المتحدة وتقاريرها ومنظماتها، حيث أنها وزعت اليمنيين على موائد المانحين الدوليين وأشبعتنا تقارير عن الكوليرا والنازحين والفقر، أعلى نسب ممكن أن تستجر بها الأمم المتحدة الأموال، 85% تحت خط الفقر، أعلى نسبة من الكوليرا، الإصابة بالكوليرا في التاريخ وليس في العشر السنوات أو المئة السنة الأخيرة، يعني حتى الذين بعدنا ربما لن يصابوا بالكوليرا أكثر منا. هذه تقارير الأمم المتحدة. وثلاثة ملايين نازح لم يعد هناك في اليمن، ربما حتى ثلاثة مخيمات نزوح. اليمنيين يذوبون في بعضهم في قراهم ومدنهم وبينهم، ومع ذلك تظل يعني اليمن ورقة رابحة للأمم المتحدة. وربما أدل ما يمكن أن يدلل على هذا الموضوع هو أن الأمم المتحدة يعني كشفت أوراقها في الفترة الأخيرة ولم تستطع في مؤتمر المانحين أن تحصل على نصف ما طلبته وحددته، حددت 2 مليار وحصلت على مليار و150 مليون دولار، يعني حتى لم تعد هناك ثقة بأداء المنظمة التي نعم. طيب أستاذ محمد، يعني أخيرا الوضع يبدو أنه يعني غامض بالنسبة لليمن في ظل صمت المجتمع الدولي، في ظل عدم تحرك الحكومة، في ظل عجزها أيضا عن الحصول على الإيرادات حتى يتم على الأقل تفعيل رواتب الموظفين، في ظل تعنت ميليشيا الحوثي وعدم إجبار المجتمع الدولي هذه الميليشيا يعني دفع مرتبات الناس وإعادة الإيرادات المالية للدولة، ما الذي يمكن أو إلى أين ستتجه اليمن بهذا الشكل؟
بصراحة وأنا أراقب الوضع مثلا من عدن، وأراقب تحركات الحكومة، ويعني يعني تحركات أيضا رئيس الوزراء، وأرى أن الحكومة تتحرك رغم أنه لا يوجد أي دعم خارجي ولا للرواتب ولا أيضا حتى لتحركات الحكومة حسب علمي. لكن يعني في الفترة الأخيرة بدأت يعني الإيرادات تصل إلى البنك المركزي، واستطاع يعني بن داغر مثلا في الآونة الأخيرة دفع مليارات لشركة الاتصالات التي سيمر عبر الكابل البحري عبر بلادنا، ومن إيرادات محافظة واحدة من إيرادات محافظة عدن، ولأشهر يعني زهيدة. معنى ذلك أن الإيرادات بدأت في التحرك، وأسمع عن تحركات قوية للحكومة في موضوع الاتصالات. يعني شيئا فشيئا ما تستطيع أن تسحب من إيرادات، لأن الإيرادات لو بقيت أختي في صنعاء وهي لا تذهب إلى الخزينة العامة للدولة، ولا تذهب كرواتب للموظفين، ولا تعود كاستثمارات للمواطنين على في أسوأ حالات غسيل الأموال، معنى ذلك أن بقاها في صنعاء وبال وخراب على المجتمع اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. ويجب على الحكومة أن تضغط على الأقل في المرحلة الراهنة في موضوع الاتصالات، لأن اليمنيين مجبرون تماما على دفع 5 مليار ريال أسبوعيا إلى صنعاء تذهب وتذهب ضرائبها للانقلابين وسيولتها. بعد ذلك أسمع أيضا حديث عن تحرك محافظة شبوة للانضمام إلى مأرب وحضرموت في تصدير القليل من النفط. هذه ربما تحرك العجلة قليلا، وأنا ربما عندي يعني أمل كبير، وفي ظل الأوضاع التي نعيشها الآن، لأنه بعد هذا الحصار نعيشه من الداخل والخارج، يبقى أن باب الأمل مفتوح طالما وهناك تحركات حكومية ولا يوجد ركود. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محمد الجماعي صحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة أخيرة لك أستاذ عبد السلام، وربما أعيد لك نفس السؤال الأخير للأستاذ محمد، في ظل هذا الركود السياسي وربما الاجتماع الأخير لوزراء خارجية التحالف وأركان وهيئة الأركان، وهم يتحدثون عن أننا ما زلنا مستمرون في إعادة الشرعية وما زلنا يعني يتحدثون عن ربما أمد بعيد، ما زال إلى أين يمكن أن تتجه اليمن في ظل كل ذلك؟ والله إذا يعني حددنا مثلا قبل الاجتماع تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بخصوص اليمن في مسألة أنه لا يمكن القبول بحزب الله على حدود السعودية، هذا يدلل على أنه هناك استراتيجية، واستراتيجية عصفة الحزم لا زالت موجودة. لكن الإشكالية في الواقع الآن، يعني الواقع مختلف تماما إطلاقا، ويبدو أنه الاجتماع هو اجتماع بين قيادة الأركان وزارة الخارجية لمناقشة الخيارين، الخيار السياسي والخيار العسكري، وهذين الخيارين يعني لكل منهما سقف. أنا أعتقد أن السعودية هي أيضا تطمح للخيار السياسي في حال خضوع الحوثيين لإطار الدولة وتحولهم لحزب سياسي، ولكن إذا استمر هي أعتقد مجبرة. قد تكون مجبرة فعلا في الاستمرار في الأعمال العسكرية، لكن أيضا يعني غير مجبرة أيضا بتداعياتها على الميدان وعلى الوضع الإنساني اليمني. صحيح أن هناك اهتمام من خلال مركز الملك سلمان، لكن هناك قصور كثير جدا، هناك فساد حقيقة، فساد واضح جدا من عدة أطراف داخل التحالف وخارج التحالف. في إطار الشرعية اليمنية أيضا في فساد كبير جدا، هذا الفساد انعكس على الميدان وانعكس على وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وإلا كانت تخفف كثير. أيضا دعينا أقول أنه لم تصدر الحكومة اليمنية قرارات استراتيجية، كيف يمكن للحكومة أن تجرد الانقلاب من عملية من تحصيل الأموال، خاصة ما يتعلق مثلا بالاتصالات، شركة الاتصالات لا, لا, لا يوجد هناك قرار، لأنها 3 سنوات لا يوجد قرار. قرار أيضا نقل البنك المركزي تم بطريقة بدائية جدا، ولم يكن هناك استراتيجية واضحة، ولم يكن أيضا هناك متابعة لعملية السيطرة المالية. أيضا أين الدولة من منظمات المجتمع الدولي؟ منظمة المجتمع الدولي يفترض أن تكون في عدن الآن، لكن لأن عدن ليست آمنة لا يمكن قبول منظمة المجتمع الدولي أن تنتقل من صنعاء إلى عدن، وبالتالي في غالبية التمويل الدولي يمر عبر الميليشيات. يعني نحن أمام ضعف، حالة ارتهان، وحالة عجز، وحالة فساد في إطار التحالف العربي وفي إطار الشرعية، وأيضا في يعني لدى الميليشيا هناك. دعيني أقول، وهذا لا يعني أننا نغلق ونسد كل شيء عن الحل،
الحل موجود، وانا اعتقد متى ما اريد اليمنيون الذين تسلقوا جبال نهم، الذين وصلوا الى اماكن لم تصل حتى القرود في تاريخ البشريه نهائيا، لم تستطع ان يصلها انسان، تسلقوا جبال لم يتسلقها قبلهم اي مخلوق في الكون، هم قادرين على دخول صنعاء. ولكن اصبحنا نحارب في عده جبهات، اصبح اليمنيون يحاربون في عده جبهات، جبهه مخاوف الخليج، جبهه تحالف الميليشيات، جبهه رغبه ايران في السيطره، جبهه الصراع الروسي الامريكي، جبهه عوده البريطانيين الى المنطقه، هذه كلها نحن في ازائها. وايضا هناك مشاريع اصبحت اقليميه، وهو مشروع التوسع الاماراتي، مشروع ايضا الانفصال، مشروع الحركات الارهابيه وغيرها من مشاريع صغيره تعرقل الاستمرار في استعاده الدوله اليمنيه. نعم، وهذا ما يؤسف في الحقيقه. شكرا جزيلا لك استاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز ابعاد للدراسات والبحوث، كنت معنا في هذه الحلقه من مساء اليمني. الشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعايه الله وامنه.